كل الأوصاف قد تنطبق على هؤلاء النازحين إلا التفاؤل. فرغم قمة الدوحة التي تبذل فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف عربية ودولية جهوداً كبيرة في محاولة لوقف الحرب المدمرة في غزة، إلا أن أهالي غزة انقسموا بين متشائمين وبين آملين بمعجزة. مع الواحد لو متفائل ولو متشائم، لأنه أكثر من قمة وأكثر من جلسة وأكثر من مشاورات. الإحباط موجود، الإحباط موجود، لكن لا تيأس من رحمة رب العالمين. طلب من المفاوضين أنهم يخلصوا المفاوضات اللي اليوم ونروع عضونا، لأنه في الأول وفي الآخر تعبنا وما ضلش فيها وقت ولا ضل فيها حاجة. زهقنا احنا الموضوع، كل يوم قمة كل يوم قمة كل يوم قمة. في النهاية احنا نتمنى بالله كبير انه هي مشي هالامور وهدول يتنازل وهذا يتنازل، خلينا نخلص. بعد 10 أشهر من الحرب وسلسلة من جولات التفاوض الفاشلة وتمسك كافة الأطراف بمواقفها، بدا وكأن الناس اعتادوا على شيء لا يمكن الاعتياد عليه، على الموت اليومي والدمار والنزوح من مكان إلى آخر، فيما تتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواقفها بتفكيك قدرات حماس العسكرية وإبقاء قواتها على عدة محاور في غزة والتحكم بحركة السكان. وتتمسك حماس بشروطها بصفقة تبادل للأسرى تبرر هجوم 7 أكتوبر ووقف لإطلاق النار ينتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة. إن شاء الله يا رب يصير حل، بطل تقف الحرب عنا إن شاء الله، ونشوف أولادنا ونشوف حالنا. أنا أولادي مقسمين في الشمال، يعني نفسي أتمنى أن أرجع وأشوفهم. بنتابع كل دقيقة بدقيقة، نسمع نتأمل كلمة حلوة ونتأمل بوجه رب العالمين أنه يفك هالحرب وهالغيمة عنا وهالهم عنا. حاجة النازحين إلى وقف لإطلاق النار، كفى سفك دماء، كفى قتل، كفى هدم بيوت، كفى تهجير. هيك الشعب الفلسطيني يصير فيه؟ والله عمره ما حصلت في الحياة كلها. يعني شعفونا، انزونا، طلعوا لنا للطفال بس اللي بنام عند الزبالة، اللي بفتش في الزبالة عشان يأكل، فيش أكل فيش شرب، معاناة. أنا بدنا الصبح بدنا الحل إلنا، والله بستنى إنه أكيد أنا بحكي عن مشي، بستنى قاعد في الحل، وديت شاحنة أشحن وجوال عشان أستنى أشوف كده الله يفرج علينا. أنا بتمنى إنهم نرجع ونرجع أولادنا على المدارس، بكفي والله بكفي. يعني أنا بقول اليوم إذا ما صارش حل أنا بدي أموت، كلنا بدنا نموت خلاص.